القادم ان شاء الله هتكون متركبه في مكانها، شهرين تبدا تحفر، يبقى عندنا مكانتين بيحفروا في وقت واحد في الاسماعيليه، وان شاء الله بعدهم بشهرين مكانتين تانيين بيحفروا في وقت واحد في بورسعيد، ليصل اجمالي عدد الماكينات اللي بتشتغل في وقت واحد في مصر، وده اكبر عدد ممكن يشتغل في وقت واحد في اي دوله من العالم، الى 4 ماكينات. ان شاء الله ننفذ الانفاق، نربط سينا الحبيبه اللي حرناها بالسلاح وبالعرق وبالدم في كان اخر مراحلها مرحله السلام في 25 ابريل 82. النهارده بنبدا مرحله جديده بقى، وهي مرحله تنميه سينا بقوه. كان في تنميه لسينا في السنوات الماضيه، ولكن النهارده بنبدا فعلا مرحله تنميه سينا بقوه، وهي ربطها بالوطن الام مصر عبر 9 انفاق ان شاء الله يكونوا موجودين، 3 في بورسعيد، 3 في الاسماعيليه، 3 في السويس ان شاء الله. هذا وتحتفل مصر اليوم بالذكرى 34 لتحرير سيناء، حيث تم إجلاء كامل القوات الإسرائيلية عن أرض الفيروز بعد نصر أكتوبر المجيد. ويشهد احتفال هذا العام ملمحا جديدا، حيث يأتي في ظل اهتمام الدولة بعملية التنمية الحقيقية بسيناء وإقامة مشروعات قومية كبرى هناك. أرض الفيروز ربما كان الموقع الاستراتيجي الهام، هو كلمة السر في الملاحم التاريخية التي دارت على أرض سيناء على مر العصور، حتى أصبحت مطمعا ما دفع الدولة في أن تنفذ برنامجا طموحا لتنمية سيناء في كافة المجالات. وفي إطار الاهتمام بالتنمية في سيناء، أنشأت الدولة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء عام 2012، وهو هيئة عامة اقتصادية تتبع رئاسة الوزراء. وبحسب الجهاز، فإن حجم الاستثمارات الحكومية والهيئات الاقتصادية المنفذة فيها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر قد بلغ أكثر من 3 مليارات جنيه. وأكدت القوات المسلحة في بيان لها أن خطوات التنمية الحقيقية في سيناء بدأت بافتتاح قناة السويس الجديدة وتطوير منطقة شرق بورسعيد في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذي يقع معظم مشروعات في سيناء. الخطوات شملت أيضا إنشاء مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة والتخطيط لإنشاء مدينة رفح الجديدة والسويس الجديدة، وكذلك استكمال وتطوير شبكة طرق سيناء بالكامل وإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس تربط سيناء بباقي أرض الوطن. ولقد بدأت الدولة في تنفيذ برنامج طموح لتنمية سيناء يشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة و17 تجمعا سكنيا و13 تجمعا زراعيا، بالإضافة إلى توفير المياه اللازمة للري بكافة الوسائل الممكنة. كما تبذل الدولة مجهودات كبيرة من أجل توفير الرعاية الصحية بمستوى لائق لأهالي سيناء، كما تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية لمنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية بئر العبد بنسبة تنفيذ 100%، وإنشاء تجمعات تنموية والتوسع في مجال الاستصلاح الزراعي. كذلك تم الانتهاء من إنشاء صحارة سرابيوم، والتي تعد أضخم صحارات العالم لعبور المياه العذبة أسفل مياه قناة السويس، والتي تستهدف زراعة 400,000 فدان بسيناء وخلق مجتمعات عمرانية زراعية تنموية متكاملة. ولم تغفل الدولة عن تطوير مجال التعليم فيها، حيث تم الانتهاء من إنشاء العشرات من المدارس والمعاهد الأزهرية والإدارات التعليمية، إضافة إلى مخطط إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور. أما في مجال التنمية الصناعية، فجاري تنفيذ زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمنت العريش، كذلك جاري التفاوض مع الجهات المختصة من أجل إنشاء البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة، كما يجرى تنفيذ مشروع تنمية شرق بورسعيد خلال عامين. أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير مقتل 30 عنصرا تكفيريا في شمال سيناء. وأشار المتحدث إلى أن ذلك جاء في هجمات للقوات الجوية على عدد من مخازن السلاح والذخائر بمنطقة جنوب الشيخ زويد وقرية التومة. وأسفرت الضربات أيضا عن تدمير لمخازن الأسلحة والذخيرة وتدمير سيارتي دفع رباعي، إحداهما مجهزة برشاش 14.5 بوصة والأخرى محملة بكميات من الأسلحة والذخيرة. كما تمكنت القوات من إحباط محاولة لاستهداف أحد الكمائن.
لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء، الحرب على الإرهاب مستمرة، وكيف ترى تلك الضربات الجوية الأخيرة التي تأتي في يوم عيد سيناء؟ إن شاء الله أيام سيناء كلها أعياد، وإحنا عشان نبقى فاكرين دايما إن في عملية حق الشهيد، عملية مستمرة لاجتساس جذور الإرهاب في سيناء. هذه العملية سقفها الزمني هو تطهير سيناء كاملة من أي إرهاب. لينا عناصر الاستطلاع والمخابرات بتعمل على مدار الساعة ومجرد توفر معلومات، لأن العناصر الإرهابية ما هيش ظاهرة على الأرض، مش موجودة في معسكرات، محدش يعرف عنها حاجة، مختفية في وسط السكان المحليين. فبمجرد توفر معلومات في الحال قبل مع أي عنصر منهم بيتحرك، بيكون أقرب وسيلة نيران منهم وأسرع وسيلة جاهزة للتعامل معهم فورا، زي ما احنا شفنا النهاردة. ومجرد ما المعلومات وصلت قبل ما يغيروا أي حاجة على الأرض، كانت القوات الجوية مستهدفاهم وعملت العملية بتاعتها اللي احنا سمعنا النتائج بتاعتها دي. فعملية تطهير سيناء إن شاء الله مستمرة، وبنقول لأهالينا في سيناء جنودنا دول عشان يحموكوا انتوا بالاساس، فما تقلقوش، مش هتغادر سيناء او مش هتتوقف الا بعد ما نترك سيناء او نجعل سيناء امنه اكثر من اي مكان في العالم. فالعمليه مستمره ان شاء الله. طيب سياده اللواء، يعني بمناسبه مرور نحو 3.5 عقود على تحرير سيناء، ونحن نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء، سيناء هناك من الأجيال التي لم تشهد ذلك اليوم العظيم في 6 أكتوبر، ماذا تقول لها؟ أقول لهم سيناء اللي انتوا شايفين الناس بتجري فوقيها والعالم كله بيتسابق عشان ياخد عليها مناطق حرة أو مناطق يعمل عليها تعمير وصناعات وكل هذا. في يوم من الأيام أنا واحد من الناس كنت 61,000 كيلومتر دول، كنت وقت الحرب كنت بتمنى ان انا امشي فوق الحرب وانا خلف خطوط العدو في عمقه، امشي كده بالنهار والشمس فوقية والناس تشوفني واشوفهم، مش اتحرك تحت الارض باستمرار، لان دي كان طبيعة مهمتي. النهاردة سيناء في ايدنا كلها، بنزرع وبنقلع وبنصنع وبنعمر وبنتفسح فيها وبنستثمر فيها، وسيناء بكاملها بمعانا كلها تحت ارادتنا. فبقول للمصريين حافظوا بقى على كل ذرة رمل جات لكم، واوعوا تسيبوها ولا تفرطوا فيها، لان دي ارضنا. وبقول للعالم اللي عايز تتظاهر وتقول ان احنا بنسيب بنفرط في ارضنا، ادي سيناء اهي، الرملة دي ما سبناش ذرة رمل منها ورويناها كلها بدمنا. صحيح. مش احنا اللي هناخد حق غيرنا ونقول ده حقنا، ونقول لا ده احنا سالت دمائنا هناك، ما احنا دمائنا سالت في اليمن وسالت في السودان وسالت هناك في شمال في سوريا. لا، مش مصر اللي تاخد حاجة مش بتاعتها. زي ما بنسيبش حقنا. طبعا ست لو كل عام ومصر والمصريون جميعا بخير. شكرا لك اللواء نصر سالم رئيس الأسبق لجهاز الاستطلاع. أعلن القوات المسلحة عن اختتام فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الكويتي، والذي استمر لعدة أيام بدولة الكويت وبمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والكويتية، للتدريب على إلقاء عدد من المحاضرات وذلك العملية والنظرية. كذلك تم القيام بأعمال الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات جوية أظهرت مدى قدرة العناصر المقاتلة للبلدين. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الكويتي اليرموك 2، والذي استمر لعدة أيام بدولة الكويت بمشاركة عناصر القوات الجوية لكل من مصر والكويت. اشتمل التدريب على تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية، وكذا أعمال الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات جوية أظهرت مدى قدرة العناصر المقاتلة لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية. استعداد
الاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك الجوية والتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة عالية، وتنفيذ عدة تمارين بمشاركة طائرات F-16 المصرية وطائرات F-18 الكويتية، وتكوين تشكيلات جوية مشتركة تعكس مدى التناغم والقوة في الأداء بين القوات المشاركة في التدريب، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة، بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وصقل مهارات هيئات القيادة على تخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، لتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة، بما يساهم في تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما إرسال 250 عسكريا أمريكيا إضافيين إلى سوريا. وطلب أوباما في مؤتمر صحفي بألمانيا حلفائه الدوليين ببذل المزيد من أجل دحر تنظيم داعش الإرهابي، ورحب تحالف قوات سوريا الديمقراطية بالقرار باعتباره يساهم في التصدي للتنظيم. في إطار الجهود الدولية الرامية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما إرسال 250 مدرباً عسكرياً أمريكياً إضافياً إلى سوريا للتصدي للتنظيم الإرهابي، وبذلك يزيد عدد المدربين الأمريكيين العاملين في سوريا إلى 300 عنصر. وافقت على نشر ما يصل إلى 250 عسكرياً أمريكياً إضافياً بينهم قوات خاصة في سوريا لتدريب ومساعدة القوات المحلية التي تقاتل المسلحين. وفي أول رد فعل تجاه هذا القرار، رحب تحالف لجماعات سورية مسلحة تقاتل داعش بخطة الولايات المتحدة إرسال ما يصل إلى 250 جنديا أمريكيا إضافيا إلى سوريا، لكن هذا التحالف دعا إلى دعم أمريكي أكبر يشمل صواريخ مضادة للمدرعات. والمعروف أن القوات الأمريكية الإضافية التي سيتم نشرها في سوريا ستضم قوات عمليات خاصة وعددا من أفراد الخدمة الذين سيوفرون الدعم للقوات التي تقاتل داعش في المجالات الطبية والاستخباراتية واللوجستية بحسب مسؤولين أمريكيين. أعلن بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية في مفاوضات جنيف، أعلن أن الانفجار الذي وقع اليوم قرب دمشق أصاب مستشفى يعالج أشخاصا تم إجلاؤهم من بلدتي الفوعة وكفراية. وكان الانفجار قد نجم عن سيارة ملغومة على مشارف منطقة السيدة زينب جنوبية العاصمة دمشق، وأسفر عن مقتل 15 شخصا، ويعد هذا الهجوم ثالث هجوم على هذه المنطقة هذا العام، وسبقه بأقل من شهر تفجير انتحاري بالمنطقة ذاتها أسفر عن مقتل 70 شخصا، وأعلن داعش الإرهابي مسؤوليته عن ذلك التفجير. قال المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مراسلنا لقاء شحاتة. لقاء، يعني لو تصف لنا الأوضاع ميدانيا اليوم قرب دمشق. نعم لميس، تحياتي لكم وللمشاهدين. الحقيقة صحت العاصمة دمشق اليوم ومحيط على تفجير كبير وقع في حي السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق، وتحديدا عند حاجز الزيابية. هذا الحاجز الذي يعني تقوم عليه عناصر من الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني، سيارة رباعية الدفاع عالية محملة حسب السلطات السورية بأكثر من 100 كيلو جرام من المدخلات شريط وقع في هذه المنطقة عبر انتحاري إلى 15 شخصا بين مدنيين وبين عناصر من الجيش السوري على هذا الحاجز، وهناك عشرات من الجرحى. طبعا هذه الحصيلة مرشحة للزيادة نتيجة الأعداد التي تعاني من مخاطر شديدة نتيجة هذا الانفجار. تنظيم داعش الإرهابي لنا عن مسؤوليته عن هذا الانفجار. يذكر أن هذا الانفجار يأتي بعد أن قام على معظم المخيمات الفلسطينية الجنوبية. طيب أعتذر منك لقاء، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر. مراسل النيل لقاء شحادة من سوريا، أشكرك شكرا جزيلا.
يعقد اليوم المبعوث الدولي لليمن إسماعيل والشيخ